ويلكم تو ماي شانل. كيفكم حبيباتي؟ حلقه جديده من حلقات ميثا ترايز. واليوم لكل الصبايا اللي ما بيعرفوا يحطوا اي لاينر، اليوم رح اقدم لكم الحل، وبسعر كتير 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 بسيط. وللامانه ما بعرف هيدا المنتج منيح ولا لا، لاني رح اجربه معكم مثل كل حلقات ميثا ترايز لاول مره. خلينا نبلش بفيديو اليوم ونجرب هيدا الاي لاينر كيت اللي اشتريته من امازون. هيدا الاي لاينر كيت مثل ما انتم شايفين بيجي هذيل القطتين، شكلهم كتير حلو وشكلهم كتير كيوت، وبنستخدمهم لحتى نحط الاي لاينر. مثل ما شايفين كل مكان من القطه في عليه رقم، هيدا الرقم بنقدر نستخدمه لحتى نحدد الرسمه اللي بدنا اياها. عندنا هون القطه الثانيه 8، شايفين الارقام. وهون حبيباتي رح تلاقوا موضح كل قطه، شيء كتير غريب لما بقول القطة هيك، كل قطة شو اي بارت اي رقم بيعمل لنا اي شيب. سو حسب الشيب اللي انتو حابين تعملوه فيكم تختاروا الجزء تبع القطة. وكمان عنا هيدا الباك، رح افتحه وفرجيكم الاشياء اللي جوا. هيدا الباك مثل ما شايفين حبيباتي في جل ايلاينر، كمية تبعه كتير كتير كبيرة، وعنا الفرشة وعنا هيدا الستامب لحتى تقدروا تستخدموا اذا ما بتعرفوا تعملوا الكات ايلاينر. سو هيدا الكيت كلياته جابيته من امازون، بيكلف 16 دولار. ما تنسوا حبيباتي ان في وحده منكم راح تحصل على الجائزه اللي هي كل المنتجات اللي راح جربها بشهر ابريل لمنتجات ميتا ترايز. كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تشتركوا بقناتي باليوتيوب، تشتركوا بحسابي بالانستغرام، واكيد كمان تعملوا كومنت تحت هيدا البوست اللي فيه كل المنتجات الخاصه بشهر ابريل. وهيدا اخر منتج من الاربع منتجات لشهر ابريل، وعن جد المنتجات كثير كثير حلوه الصراحه. هلا بما اني بحب الكات ايلاينر فراح استخدم هيدي القطه برقم 1. ما بعرف، انا مثل ما قلت لكم راح اجرب المنتج لاول مره. سو راح اخذ الجل ايلاينر المرفق. اوكي، مبدئيا هو مش جل، راح فرجيكم التكستشر تبعه. اول مره اشوف ايلاينر هيك. الايلاينر هو عباره عن اسفنجه وفي مثل كانه حبر. ايوه راح اجربه هلا. سو قلت راح اجرب رقم 1 اللي هو هيدا. طيب راح اجرب شغله سهله، راح اجرب رقم 8 الايلاينر الخفيف. بس زاويه العين. اوكي حبيباتي، هلا راح اجرب الستامب. هيدي القطعه. اوكي هيدي لليسار. سو بحطها هيك. اوه كاني حطيت كثير، ماني متعوده عليه. anyway. سو هيدا هو، هيدا المفروض يكون لليسار. اوكي رجعت مسحت كل اللي عملته، وارجع لكم وبكل صراحه انه المنتج 0/10، منه عملي وبيربك اكثر من انه هو بيساعد. الفرشه كثير كبيره، الايلاينر فيري ليكويد كثير سائل ولمعاته كثير بشعه. ما بعرف، I'm not a fan بهيدا الكيت، ويا حوينة المصاري اللي دفعتها. So I'm sorry صبايا وحدة منكم راح تجرب هيدا الكيت كمان، لأن أكيد شارية اثنين، واحد لإلي واحد لإلكم. So maybe إن شاء الله تجربتكم تكون أحسن وتعرفوا تتحكموا أكثر مني. maybe أنا شخصيا ما عرفت أتحكم، بس anyway هيدي هي كانت تجربتي مع هيدي الكيت. وسوري أول مرة على فكرة أعمل ريفيو ويكون very disappointing. I'm really 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 sorry. anyway إذا حابين تشتركوا بالمسابقة، في منتجات كتير على فكرة تانية غير هاي، أكيد كتير كتير حلوة مثل المنتجات اللي أنتم شايفينها هون. فما تنسوا تشتركوا بالمسابقة. كل اللي عليكم تعملوه تشتركوا بقناتي، تشتركوا بحسابي بالإنستغرام،
وتعملوا كومنت تحت هيدا البوست، وتعملوا كمان منشن لواحدة من رفقاتكم بهيك تكونوا تخولتوا ان انتوا تربحوا هيدي الجائزة. وما تنسوا الجائزة مفتوحة لكل دول العالم، سو بتمنى انه كلكم ربحانين معي، وبتمنى انه هيدي الحلقات بتعجبكم. واذا عندكم اي منتجات حابين انا اجربها بليز اكتب لي اياها بالكومنتس، لانه راح تسهلوا عليا وانا عم بكتب كل الاشياء اللي انتم بتطلبوها مني. ما تقلقوا راح يجي وقتها، بس اللي بيطلب الاول اوكي اكيد هو اللي بيتلبى طلبه الاول. فيعني في كثير اكيد طلبات، فعشان هيك بس اصبروا علي، لكن كل شيء رح اجرب لكم يا حبيباتي. ووصلت معكم لنهايه هذا الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك شير اند سبسكرايب اكيد تو ماي شانل. كثير بحبكم وبشوفكم يوم السبت بفيديو جديد.